باب، وان شاء الله تتابعوا معانا وتحاولوا تستفسروا في اي سؤال. احنا معاكم دايما على قناتنا في قناه التلفزيون في اليوتيوب وعلى قناتنا في التلفزيون المصري. ابنائي هنبدا كمراجعه لماده الالات الكهربيه والوقايه، واول سؤال هنبتدي طبعا بباب المولدات، وهنبتدي نحط فيه بعض الاسئله من باب المحركات، يعني الامتحان يكون مختلف في الاسئله، سؤال من الباب ده وسؤال من الباب ده وسؤال من الباب ده. فيا رب ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكم جميعا، ويا رب يحفظنا ويحفظ اهلنا واهل مصر كلهم باذن الله. ابنائنا وبناتنا تعالوا مع بعض نشوف اول سؤال في حلقتنا النهارده بيقول ايه. بيقول السؤال: قارن بين المولد ذو الاقطاب الدائره البارزه وذو الاقطاب الغطسه. السؤال عشان نكون احنا فاهمين طبعا واحنا مذاكرين الى حد ما وعندنا فكره عن باب المولدات او ماده الالات كلها، هنقول الاقطاب البارزه والاقطاب الغطسه، مش هنشرح بالتفصيل قوي ولكن هنفكر او نذكر بعضنا بكده. التركيب بتاع المولد التوافقي احنا قلناه حتى في الحلقات الاثرائيه في قناتنا في قناه التعليم الفني. نوع المولد عباره عن الدينامو، زي الدينامو العجلة، عبارة عن مغناطيس وملف وحركة ويبتدي يولد كهرباء. لما كبرنا شوية خدنا مولدات أكبر في القدرة لغاية ما وصلنا المولدات اللي هي ذو الأقطاب البارزة والأقطاب الغطسة. أول كلمة تتبادر إلى ذهنك الأقطاب البارزة هي السد العالي. ربنا يحمينا ويحمي بلدنا جميعا. الأقطاب البارزة هي السد العالي، كل حاجة فيه كويسة، كل حاجة فيه كويسة ما عدا السرعة البطيئة وكمان الثغرة الهوائية، لكن بيدي قدرات. افتكر على طول السد العالي في الأقطاب البارزة قدراته عالية، يبقى الآلة المديرة بتاعته هنا. برافو عليك، التوربين المائي. تمام، التوربين طبعا احنا عارفين المولد لابد له من آلة مديرة، فأول آلة لذو الأقطاب البارزة التوربين المائي، ده مساق المياه، ده السد العالي. الأقطاب الغطسة سرعتها عالية يبقى عدد أقطابها قليل. طب السد العالي سرعته بطيئة، طب احنا خدنا من قانون التردد سرعته بطيئة يبقى عدد أقطابه كتيرة. احنا قلنا مفتاح السؤال في كلمة بنجيبها، الأقطاب البارزة السد العالي، على طول هتلاقي الإجابات نازلة مع بعض. ايه رأيكم نجاوب مع بعض؟ تعالوا نشوف مع بعض المقارنة بين الأقطاب البارزة والأقطاب الغطسة في المولدات التوافقية. أول حاجة في الأقطاب البارزة يستخدم في مولدات السرعات البطيئة، وده اللي احنا قلناه. في الأقطاب الغطسة يستخدم في مولدات السرعات العالية. في الأقطاب البارزة يدار بواسطة توربينات مائية. الغطسة يدار بواسطة توربينات بخارية أو الآلات ذات الاحتراق الداخلي. في الأقطاب البارزة تحدث صفير مزعج أثناء الدوران، أما في الغطسة لا تحدث صفير مزعج أثناء الدوران. في الأقطاب البارزة عدم انتظام الثغرة الهوائية، في الغطسة انتظام الثغرة الهوائية. في الأقطاب البارزة التهوية غير منتظمة ومعرض لعدم الاتزان الديناميكي، في الأقطاب الغطسة التهوية أفضل ومتزن ديناميكيا. في الأقطاب البارزة القطر المحوري كبير والطول المحوري قصير، في الأقطاب الغطسة قطره صغير وطوله المحوري كبير. سؤال تاني من ضمن الأسئلة اللي دايما حتى لقيناها في الامتحانات، تقريبا في كل الامتحانات سواء ترم أول أو ترم تاني، هنقولها بكذا صيغة وحضراتكم معانا اكتبوا الصيغ بتاعكم. علل: يفضل أن يكون المنتج والعضو الثابت في المولدات التوافقية. يفضل أن يكون المنتج والعضو الثابت في المولدات التوافقية. بصيغة تانية: علل يفضل أن تكون الأقطاب هي العضو الدائر في المولدات التوافقية. يفضل أن تكون الأقطاب هي العضو الدائر في المولدات التوافقية.
طب بصيغة ثالثة، ما هي مميزات المنتج الثابت في المولدات التوافقية؟ نقولهم تاني ثلاثة مع بعض أو ممكن أربعة كمان. علل. يفضل أن يكون المنتج والعضو الثابت في المولدات التوافقية. ما هي مميزات العضو الثابت في المولدات التوافقية؟ علل. يفضل أن تكون الأقطاب هي العضو الدار في المولدات التوافقية. التلاتة إجابتهم واحدة. ليه المنتج يفضل أن يكون العضو الثابت اللي أنا هاخد منه كهرباء؟ الكلام ده تم شرحه في حلقاتنا هنا في قناة التعليم الفني أثناء دراسي. إحنا بنقول مش هنتعب مع بعض، لكن هنذكر بعضنا باللي إحنا شفناه. تعالوا نشوف إجابة هذا السؤال. إجابته أربع نقط. تعالوا نشوف مع بعض والناس اللي بتكتب ورانا تكتب إزاي مع بعض. نشوف الإجابة بتقول إيه. سهولة تثبيت وربط وعزل ملفات المنتج وعزل أطرافها جيدا. سهولة الحصول على التيار الكهربي المستنتج بجهود عالية من أطراف المنتج إلى الدائرة الخارجية مباشرة. التوفير في حجم حلقات الانزلاق وسهولة عزلها جيدا حيث تستخدم لتغذية الأقطاب بتيار مستمر. برافو عليك. دايرنت كارنت الدي سي ذو جهد منخفض. خدت بالك احنا عملنا هنا شرط ليه تحتيها؟ لان هنا ملفات الاقطاب تغذى بتيار مستمر. هتقول علل، ده سؤال تاني للحصول على مجال مغناطيسي ثابت القيمه والايه والاتجاه والحصول على قدرات متباينه او قوه دفع كهربيه متردده. اتزان المولد وعدم تعرض ملفات المنتج للتفكك نتيجة الحركة الدورانية. السؤال كان بيقول ايه؟ علل. يفضل ان يكون المنتج والعضو الثابت. اول حاجة قلناها اتزان، او قلنا اتزان المولد وعدم تعرض الملفات لقوة الطرد المركزي او الحركة الدورانية. رقم اتنين التوفير في حجم حلقات الانزلاق. رقم تلاتة سهولة اخذ الاطراف. رقم اربعة سهولة تغذية ملفات الاقطاب بتيار ايه؟ مستمر. ده احد الاسئله ابنائنا وبناتنا المهمه جدا في الامتحانات، ودايما بيجي من خبرائنا واساتذتنا في الوزاره بيجي باسئله يعني هي ما بتبقاش لف اول، لكن بيدل على الطالب الفاهم السؤال ده جاي كذا وهو اجابته كذا، هو واجابته كذا، نفس السؤال نفس الاجابه. فارجو ان احنا ننتبه للالفاظ وننتبه جدا للورقه الامتحانيه اللي بتجيلك. يا رب ان شاء الله بالتوفيق. تعالوا نشوف سؤال تاني مع بعض من الأسئلة مهمة جدا. عرف ملفات الإخماد. السؤال ده بيجي في بعض الامتحانات على كذا صيغة. ملفات الإخماد بتستخدم في المولدات وفي المحرك التوافقي وفي المحرك التنافري. معنى ذلك إن أنا لازم أكون فاهمها وفاهم السؤال بيقول إيه. ملفات الإخماد موجودة في المولد التوافقي وموجودة في المحرك التوافقي وموجودة في المحرك التنافري اللي هو تنافري استنتاجي. معنى ذلك إن ليها استخدامات كثيرة جدا ومقررة في المنهج على أكثر من مرة. طب ما هي مقررة لأكثر من مرة، لو ما جاتش في المولدات هتيجي في المحرك التوافقي، لو ما جاتش في المحرك التوافقي تيجي في المحرك التنافري الاستنتاجي. إحنا هنا بنراجع النقاط او معظم النقاط اللي موجوده في المنهج ان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا. عرف ملفات الاخماد. ملفات الاخماد هي اسياخ من النحاس او الالومنيوم توضع اسفل حذاء القطب. توضع اسفل حذاء القطب. تاني، توضع اسفل حذاء القطب وتقصر على نفسها من الناحيتين. تقصر على نفسها من ناحيتين كانها، برافو عليك، ده الناس ابتدت تذاكر وتستعد، كانها قفص سنجاب، اي لا تغذى باي تيار. تاني، هي اسياخ من النحاس او الالومنيوم توضع اسفل حذاء الاقطاب. اسفل حذاء الاقطاب وتقصر على نفسها من الناحيتين كانها، برافو عليك، قفص سنجاب، ولا تغذى باي تيار. ولا تغذى باي تيار. طب ما تيجي نكتبها، حضرتك قلتها دلوقتي بس احنا عايزين نكتبها وراك. طب تعال نشوف شاشتنا الجميله بتقول ايه هنا. ملفات الاخماد
تصنع من قضبان النحاس وتوضع في مجاري بأحذية الأقطاب، ثم تقصر من الأطراف بقضبان نحاسي مكونة قفص سنجاب. طيب السؤال اللي بعد كده هيقول لي فائدتها على طول، فائدة ملفات الإخماد احنا بنستفيد منها ايه؟ تلاشي تأثير رد فعل عضو الاستنتاج. ايه هو رد فعل عضو الاستنتاج؟ رد فعل عضو الاستنتاج بينتج من ايه؟ هو المجال الناشئ في ملفات المنتج نتيجة مرور طيار فيه. احنا هنقول السؤال والشرح بتاعه. تلاشي تأثير رد فعل عضو الاستنتاج. رد فعل عضو الاستنتاج هو عبارة عن ايه؟ هو المجال الناشئ في ملفات المنتج نتيجة مرور طيار فيه. وهو ركز بقى شوية عشان دي هناخد عليها سؤال تاني في الاحمال. يضاد او يساعد مجال الاقطاب الاصلي. يضاد او يساعد مجال الاقطاب الاصلي. طب انا لو حطيت ملفات الاخماد رد فعل عضو الاستنتاج هيبتدي يقل، وبالتالي القوة الدفع الكهربية للمولد هتبتدي تزيد. يبقى اول حاجة من وظائف ملفات الاخماد تلاشي اثار رد فعل عضو الاستنتاج. رقم اتنين، تعالوا نشوفها مع بعض كده، ايه اخماد الاهتزازات. مجال رايح ومجال جاي، فالآلة بتهتز. اخماد الاهتزازات التي تؤثر على سرعة التزامن في المولدات التوافقية. خد بالك بقى، حتى جابتها لنا شاشتنا جميلة، اخماد الاهتزازات، فيه اهتزازات بتحصل، يبقى هنا بنحط ملفات الاخماد. التانية اللي بعدها ايه؟ تستخدم، خد بالك من الكلام، تستخدم كعضو دائر قفص سنجاب لبدء الحركة للمحرك التوافقي. لبدء الحركة للمحرك التوافقي. وأيضا أبنائنا وبناتنا احنا بنستخدمها إن شاء الله في المحرك التنافري لتحويله من تنافري إلى تنافري استنتاجي. في سؤال تاني بيقول إيه هنا بقى؟ اذكر فقط شروط توصيل المولدات معا على التوازي. شروط التوافق. من الأسئلة المهمة جدا التوافق في الامتحانات بالنسبة لمادة الآلات، وكنا شرحناه في حلقاتنا. بيقول إيه السؤال بتاعنا في التوافق؟ أربع نقط. ما هو التوافق؟ هي عملية إدخال مولدين أو أكثر معا على الشبكة. ما هو التوافق؟ هي عملية إدخال مولدين أو أكثر معا على الشبكة على التوازي. ولماذا يتم؟ ليه أنت بتوصل المولدات مع بعضها؟ ليه بتزود المحطة بدل أربع مولدات بتخليهم ستة؟ قلنا للحفاظ على أجهزة المستهلك من التلف، للحفاظ على ثبات الجهد عند المستهلك، لرفع كفاءة تشغيل المحطة، حرية المناورة وعمل الصيانة بين المولدات وبعضها. ما هو التوافق ولماذا يتم؟ طب سؤالنا اللي كان على الشاشة، ما هي شروط التوافق؟ لما دخل مولدين أو أكثر معا على التوازي لابد يكون هناك شروط. والدليل ان ما ينفعش اجيب مولد من بلد ترددها 60 زبزبة على الثانية وبعدين اشغله عندنا في مصر في جمهورية مصر العربية على 50 زبزبة. لا، ما ينفعش اجيب مولد بيدي جهد التلات اوجه مثلا 380 220، واجي عندي انا هنا الجهد بتاع التلات اوجه 380 مثلا. يبقى هنا في بعض الشروط لازم اخد بالي كويس منها، لابد ان هم يكونوا متساويين في ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه. الكلام ده كله هنقوله مع بعض. اولا تساوي الجهود، وعشان تساوي الجهود جهاز الفولتميتر. تساوي التردد، الترددين بتوع المولدات مع بعضها وتردد المولد مع الشبكه يكون مظبوط. تتابع الاوجه وتعاقبها، الار مع الار والاس مع الاس والتي مع التي. في عندي شروط لابد من شروط التوافق، تعالوا نشوفها ونكتبها، تعالوا مع بعض كده. شروط التوافق ايه هي؟ واحد، تساوي الجهود عن طريق جهاز الفولتميتر، شاشتنا بتقول اهي. رقم اتنين، ان يكون الوضع الوجهي لهما واحد.
تساوي التردد، جهاز التردد، أن يكون لهما نفس الاتجاه الوجه مبين التتابع. يعني خدنا الشرط والجهاز اللي بيحقق هذا الشرط في شروط التوافق اللي هي شروط توصيل الموالدين معا على التوازي. تعال نشوف مع بعض سؤال تاني، ما هي طرق التوافق؟ احنا قلنا الاولاني ما هو التوافق، وقلنا هي عملية ادخال موالدين او اكثر معا على التوازي. لماذا يتم؟ قلنا للحصول على او ثبات الجهد عند المستهلك وبقيه الشروط. شروط التوافق وشاشتنا طلعتها لنا اللي هي تساوي الجهود وتساوي التردد وتتابع الاوجه. ما هي طرق التوافق؟ من طرق التوافق ابنائنا وبناتنا في عندي اللمبات المظلمه واللمبات المضيئه ومحول التوافق ثم جهاز التوافق والتوافق الاوتوماتيكي. عندي خمس طرق، التوافق باللمبات المظلمه والمضيئه ومحول التوافق رقم اتنين، ثم التوافق بجهاز سنكريسكوب اللي هو جهاز التوافق، وثم التوافق الاوتوماتيكي اللي هي احدث المعدات او احدث الاجهزه في عمليه التوافق في تطور العلم السريع، ربنا يكرمنا ان شاء الله. احنا سؤالنا بنقول هنا اشرح او وضح بالرسم، خد بالك بقى من السؤال، وضح بالرسم، هو مش عايز شرح. طب انت لو شرحت مفيش مشكله، يا ريت يا ريت بين للمصحح ان انت فاهم انت بترسم ايه وبتشرح في ايه، يعني مش بالرسم وبعد. طب انت لو رسمت لك الدرجه كامله مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله، ما دام هو انت في السؤال وضح بالرسم فقط، اديت الرسم فقط مفيش مشاكل، اديت الرسم وشرحت زياده الخير خير إيه؟ تمام تمام. طيب قال لي اشرح مع الرسم، لا هنا غصب، هنا بالامر بقى، يبقى لازم ارسم واشرح بالتفصيل. احنا بنبين بس طريقة الاجابة في المراجعة على اعتبار ان احنا ان شاء الله المراجعة هتشمل او منهج الالات بالكامل. السؤال بيقول هنا وضح بالرسم فقط استخدام المصابيح المطفأة والمضيئة والطرق المتبعة لاجراء عملية التوافق. هو قال لي هنا بالرسم، ادي الرسم عندنا بالنسبة لنا، مرة باللمبات المظلمة ومرة باللمبات المضيئة. نراجع مع بعض كده، ادي مولد الشبكة او الشبكة العمومية الباور سبلاي، وادي المولد اللي انا عايز اشغله. طب ده المولد الرئيسي بتاع الشبكة، ده المولد الرئيسي بتاع الشبكة، هو عمل ايه بالنسبة للمبات المظلمة؟ لو ركزنا مع بعض قال L1 مع L1، L1 منين؟ من الشبكة. مع L1 منين؟ من المولد المراد توصيله. L2 مع L2، L3 مع L3، يبقى الأول مع الأول والتاني مع التاني والتالت مع التالت. يعني متفقين أن التوافق في المولدات توافق لحظي، توافق لحظي، وقلنا قبل كده زي اتنين بيجروا مع بعض أو بيعملوا سبق في العربيات، في لحظة معينة الاثنين بيكونوا سرعة واحدة، ثبات واحد، حركة واحدة، دوران واحد. احنا بنقول هنا التوافق لحظي، فمعنى ذلك ان انا بوصل الاول مع الاول عن طريق لمبة بالتوالي، والتاني مع التاني توالي، والتالت مع التالت توالي، لحظة التوافق. برافو عليك، لا بسم الله ما شاء الله، طب انتم مذاكرين اهو. لحظة التوافق هي اظلام التلات لمبات لحظة واحدة، لحظة اطفاء الثلاث لمبات. طب لو لمبة فضلت منورة، معنى ذلك ان في هنا فرق جهد، فرق ايه؟ جهد، لابد للرجوع المولد اللي انا عايز اشغله مع الشبكة، اقلل طيار التغذية، ازود طيار التغذية، اقلل سرعة الالة المديرة، ازود سرعة الالة المديرة، على حسب المولد اللي انا عايز اوصله مع الشبكة. دي اللمبات المظلمة، ودي من احد العيوب في استخدام المصابيح انها بتعتمد على دقة العامل، دقة ونظر العامل مهمة جدا فيها، ودي كانت من الطرق القديمة جدا وما زالت مستخدمة بس بطريقة يعني بسيطة شوية. طيب لو انا عندي اللمبة تلف محروقة، هنا دي برضو احد العيوب، ممكن تعمل خطأ في توصيل الدائرة. فجم عملوا طريقة تانية، ايه هي؟
اللمبات المضيئة. بص ابننا قال ايه؟ نوصله مع التوازي. طب هنوصل لمبتين توازي ولمبه ايه؟ توالي. يعني ممكن الاول مع الاول، تمام. اجي بقى في التاني اللمبه التانيه L2 من الشبكه مع L3 من المولد، واعكس في اللمبه التالته. الكلام نظري؟ لا. طب تعالوا نشوفها في الرسم. ايه رايكم على شاشتنا هنا بتقول ايه؟ الرسم هنا بتقول ايه؟ اهي. ركزوا مع بعض كده يا ابنانا وبناتنا. L1 مع L1 فعلا صح. طب L هنا L3 راح مع مين؟ مع L2. وL2 وL1 خالص، او L2 مع L2. يبقى معنى ذلك ان في لمبتين مضاء ولمبه مطفيه. لحظه التوافق ان اللمبتين دول حتى منورينهم هنا ينوروا اضاءه كامله، والثالثه لابد ان تكون مظلمه بالتتابع، واحده بتنور واحده بتطفي واثنين بينوروا. طب زيادة على التأكيد، رحنا موصلين هنا فولتميتر عشان يشوف فرق الجهد ما بين الاتنين. طبعا فولتميتر هنا هو متوصل توازي، لان الفولتميتر يقيس فرق الجهد. في بعض ابنائنا سألونا في هذا الكلام وقالوا طب ما الفولتميتر شكله التوصيلة بتاعته L1 مع L1. الفولتميتر وظيفته قياس فرق الجهد. لو فرق الجهد ما بين L1 للشبكة مع فرق L1 هنا بالنسبة للمولد، فرق الجهد بينهم صفر، الفولتميتر هيقرا صفر، يبقى معنى ذلك مفيش فرق جهد ما بين الاثنين. ده للتوضيح، لان بعض ابنائنا وبناتنا في المدارس بيسالوا ده شكل توصيله الفولتميتر باين انها توالي. لا، بص الوظيفه بتاعت الفولتميتر ايه؟ قياس فرق الجهد ما بين نقطتين. طيب انا حطيت هنا النقطه فين؟ ما بين الشبكه وما بين المولد المراد توصيله. لحظه التوافق ان الفولتميتر ما يقراش، لان لو ادى قرايه يبقى في فرق جهد ما بين مولد الشبكة والمولد المراد توصيل. ولذلك حتى دايما يعني الجهاز بص له هو مش طريقة التوصيل، هي فعلا طريقة التوصيل ومع وظيفته. وظيفته ايه؟ بيقيس فرق الجهد. التوصيلة بتاعتك شكلها هيبان ان توالي، لكن وظيفته ايه؟ فرق الجهد. يبقى لازم نقطتين فرق ما بين الاتنين. ده هنا وضح بالرسم طريقة التوافق ما بين المولدات باستخدام اللمبات المظلمة واللمبات المضيئة. ده كان سؤال عن التوافق. هنبتدي أبنائنا وبناتنا ناخد مثال من الحاجات اللي بتيجي برضو، أو اللي أبنائنا كانوا بيركزوا عليها في الدور الأولاني، وجات لهم على فكرة مسألة بسيطة منها اللي هي مسائل على معادلة القوى الدفعة الكهربية في المولدات. معادلة القوة الدفع الكهربية في المولدات. في سؤالين بيحضرونا هنا في الحلقة، السؤالين إجابتهم مختلفة والشكل واحد. يعني السؤال بيقول إيه؟ ما هي العوامل توقف عليها قيمة القوة الدفع الكهربية المستنتجة في مولد؟ ركز كويس قوي كده. ما هي العوامل التي تتوقف عليها قيمة القوة الدفع الكهربية أو استنتاج القوة الدفع الكهربية في المولدات التوافقية؟ السؤال اللي زيه بس الإجابة مختلفة تماما. ما هي العوامل المؤثرة في جهد المولد التوافقي؟ خدت بالكم؟ مع ان القوة الدفع الكهربية بالفولت وجهد المولد بالفولت ممكن نتلخبط. لا، لو قال لي هنا ما هي العوامل توقف عليها استنتاج القوة الدفع الكهربية في المولد التوافقي، اكتب المعادلة وطلع منها البنود بتاعتها. الـ EMF بتساوي كام؟ 4.44% في الـ F في الـ Phi في الـ Z في الـ BF في الـ DF. 44 تاني الـ EMF بتساوي 4.44% ده رقم ثابت. الـ F التردد، والـ Phi الفيض لكل قطب، والـ Z عدد اللفات لكل وجه، والـ DF معامل الخطوة، والـ BF معامل التوزيع. طب السؤال التاني، ما هي العوامل المؤثرة في جهد المولد التوافقي؟ سرعة الآلة المديرة، تيار التغذية، قيمة تيار الحمل، نوع الحمل. برافو عليك، حمل مادي ولا حثي ولا سحب؟ صح. خدت بالنا من السؤالين مع ان الاتنين فولت. ما هي العوامل المؤثرة في استنتاج قيمة القوة الدفع الكهربية في المولد التوافقي؟ وما هي العوامل المؤثرة في جهد المولد التوافقي؟
اوعى نتلخبط وان شاء الله بالتوفيق. تعالوا نشوف بقى مثال على معادله القوه الدفع الكهربيه للمولد التوافقي، ومن احد المسائل اللي هي مهمه جدا في دراستنا. بيقول ايه بقى المثال؟ مولد توافقي تيار متردد ثلاثي الاوجه، عدد اقطابه 4 قطب، وعدد المجاري 24 بجرة، وعدد المجاري بين كل جانبي كل ملف 4 مجرى. احسب فقط معامل التوزيع ومعامل الخطوة لهذا المولد. وعايز البي اف والدي اف. خدنا بالنا من السؤال؟ أول ما نتكلم ونشرح السؤال أول حاجة هنجيبها إيه؟ برافو عليك، بيانات المسألة. لازم أعرف إن الثلاثي الأوجه عدد أقطابه 4 قطب، عدد المجاري 24 مجرى، عدد المجاري بين جانبي كل ملف 4 مجرى. هو طالب مني معامل التوزيع ومعامل الخط. أي مسألة لمعدل قوة الدفع الكهربية عايزك تركز معايا قوي على ثلاث خطوات. ثلاث خطوات هنقولهم مع بعض وكلنا حافظينهم، احنا بس بنعمل عملية تذكرة للمعلومات. ثلاث خطوات لي معدل قوة الدفع الكهربية لازم اكون كاتبهم عندي في دماغي واكتبهم على طول. ايه هما؟ اول خطوة هي الخطوة القطبية. الخطوة القطبية بتساوي ايه؟ عدد المجاري الكلية على عدد الاقطاب. تطلع منها خطوة اللف، ده بالنسبة للف في الرسم. رقم 2، عدد المجاري لكل قطب تحت كل وجه، او لكل وجه تحت كل قطب. عدد المجاري لكل وجه تحت كل قطب، بقسم الخطوة القطبية على عدد الاوجه. ثالث خطوة الزاوية الكهربية. الزاوية الكهربية اللي هي الزاوية بين كل مجرتين، اللي هي بتساوي الزاوية القطبية على الخطوة القطبية. لو انا حفظت الثلاث خطوات دول، معامل الخطوة معامل التوزيع مش هياخدوا دقيقة معاك في حل المثال. نقولهم تاني؟ نقولهم تاني. أي مسألة عايز منك معامل خطوة ومعامل التوزيع، في ثلاث خطوات لازم أكون حافظهم وفاهمهم على طول. وخدناهم في اللف في مادة الرسم الفني وهنشرحهم برضه. رقم 1، الخطوة القطبية بتساوي إيه؟ عدد المجاري الكلية على عدد الأقطاب. رقم 2، عدد المجاري كل وجه تحت كل قطب، أقسم الخطوة القطبية على 3 أو على عدد الأوجه. رقم 3، الزاوية الكهربية بتساوي الزاوية القطبية، طبعا حافظينها اللي هي 180 على الخطوة القطبية. متفقين؟ احنا بنسهل الأمور ونشرح مع بعض هنا. يعني طلعنا بيانات المسألة وعرفنا إنها 3 أوجه، وعدد الأقطاب 4 قطب، وعدد المجاري 24، وعدد المجاري بكل جانبي ملف 4. عايز معامل خطوة ثم معامل التوزيع. تعالوا نشوف شاشتنا كده هتطلع لنا الحل ازاي. تعالوا كده مع بعض اهي. احنا قلنا ايه الاول؟ برافو عليكم، الثلاث خطوات هم يا مستر صح زي ما انت قلت بالظبط، وعلى طول بتيجي الحل. اقول له عدد المجاري كل قطب اللي هي الخطوة القطبية 24 على 4، فيها 6 مجرى كل قطب. رقم 2، عدد المجاري كل قطب تحت كل وجه، اقسم الستة على كم وجه؟ 3، صح، يبقى 6 على 3 فيها الاثنين اللي هي الاس. برافو عليكم. طب لو الزاويه الكهربيه او عدد الزاويه بكل مجرتين، هقول الزاويه القطبيه 180 على الخطوه القطبيه اللي انا جبتها فوق اللي هي 180 على كام؟ على الستة. فعلا برافو عليك، 30 درجة. في نقطة بقى، زاوية اللف الجديدة فين؟ هي دي التكة اللي بنقول عليها في الامتحانات. زاوية اللف الجديدة ما ادهانيش، بس أنا أعرف أجيبها إزاي. تعالوا نشوف كده جابها إزاي وشاشتنا الجميلة مطلعها لنا إزاي. تعالوا مع بعض، عدد المجاري كل قطب إيه؟ اللي هي خطوة قطبية. وبعدين عدد المجاري كل قطب تحت كل وجه اللي هي 6 على 3 فيها الاثنين. الزاويه بين كل مجرتين اللي هي الالفا 180 على 6 فيها 30 درجه. الزاويه بين كل مجرتين كام؟ 30 درجه. طب هو في المثال قال لي ان هو لف على عدد كام؟ 4 مجرى، صح.
بس انا مطلعها في حساباتي على كام؟ على 6 مجرى. في فرق كام مجرى؟ مجرتين. برافو عليك، برافو عليك. نقولها تاني، هو في المثال قال لي عدد المجاري بكل وجهين كام؟ قال لي 4 مجرى. المجرى الواحدة طلعتها بكام انا؟ ب30. يبقى 4 في 30 بكام؟ ب120 درجة. ده انا المفروض الف على كام؟ على 180، على حسب اللي فوق هنا 6 مجرى، لكن هو هيلف على 4 مجرى، والمجرى ب30 درجة، يبقى هيلف على كام؟ 120 درجة. يبقى الزاوية القطبية عندي بيتا بتساوي ايه؟ 180 اللي هي الزاوية القطبية ناقص زاوية اللف الجديدة اللي انا عرفتها من هنا، تطلع كام؟ 60 درجة. اصبح معامل الخطوة ومعامل التوزيع جاهزين للحل. تعالوا نشوف مع بعض كده ايه هو معامل التوزيع. اهو الدي اف بيساوي ساين اس الفا على 2 على اس ساين الفا على 2، وللمرة التانية والتالتة والرابعة. اوعى تختصر في الاختصارات من القانون، لابد انك تصفي الحسابات في البسط وتصفي الحسابات في المقام، وبعدين تعمل عملية القسم بتاعتك. بمعنى اس هنا ب2 اهي ساين اس في الفا اللي هي الزاوية بين كل مجريتين 30 على 2. تعالى تحت هنا اس ساين 30 على 2. اوعى تشطب الاثنين دي مع الاثنين او الثلاثين مع الثلاثين. اللي هي مستر هنا ساين 2 في 30 ب60، لكن هنا ساين 30، في فرق في الزاوية. لان هنا بالنسبة لي المجموع الحسابي والمجموع الاتجاهي. طب ساين، تعالى نطير الاثنين دي مع الاثنين دي صح. يبقى ساين 30 بكام؟ بنص، دي مفهومة. لكن هنا حاول الاول ساين 30 على 2 تبقى ساين 15. ساين 15 على الآلة تطلع حوالي 13 من 100. 13 من 100 تضربها في كام؟ في الاس. الاس انا عارفها بكام؟ ب2. يطلع هنا 517 من 1000. هنا صفيت العملية الحسابية، اقول نص على 517 من 1000، نص من 10 على 517 من 1000 يديني 97 من 100. نقولها تاني، نقولها تاني. ساين اس الفا على 2 على اس ساين الفا على 2 لتالت مرة، ما اقدرش اشطب البسط مع المقام دلوقتي. ليه؟ مجموع حسابي على مجموع اتجاهي. لابد ان انا اصفي عملية البسط بالكامل ثم عملية المقام بالكامل لغاية ما يطلعوا رقمين اقدر هنا اقسم القسمة بتاعتي. يبقى ساين اس 2 في 30 على 2، لو قلت الاثنين مع الاثنين يبقى ساين كام؟ تنفع؟ اقول له لا، هي تنفع بس احنا نقولها تاني. ساين 60 على 2 فيها 15 او ساين 30، ساين 30 بكام؟ بنص. طيب هنا ساين 30 على 2 فيها 15، ساين 15 ب 13 من 100 في 2 اللي هي الاس، تطلع هنا 517 من 1000. هنا في هذه الحاله اعمل عمليه القسمه بتاعتي، نص على 517 من 1000 تديني 97 من 100. سؤال كده ابنائنا وبناتنا، حد معايا؟ 97 من 100 ايه؟ مفيش. برافو عليك. كلمة معامل نسبة، والنسبة لا تميز. الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. لا ده احنا بنعمل عملية تنشيط، ده انتوا التلاتة مذاكرين أكتر مني. فعلا هنا مفيش تمييز لمعامل الخطوة ولا معامل القدرة ولا معامل التوزيع ولا معامل الصيانة. كلمة معامل بالكامل تعني أنها نسبة، والنسبة لا تميز. برافو عليكم، برافو عليكم. طب احنا جبنا معامل التوزيع، ايه رأيكم بقى نجيب معامل الخطوة؟ تعالوا نشوف مع بعض كده. معامل الخط قدام مني اهو، البي اف بيساوي ايه؟ البي اف بيساوي كوزين بيتا على 2. انت كوزين جبتها اللي هي البيتا، بيتا اللي هي الفرق بين الزاوية القطبية اللي هي 180 وزاوية اللف الجديد، ساوي كوزين 60 على 2 كوزين 30 اللي هي جتا 30 ب 87 من 100. ليس لها تمييز. برافو عليك، برافو عليك. دي اللي احنا بنقول عليه ابنائنا وبناتنا في المذاكره بتاعتنا، مظبوط. ايه رايكم ناخد مثال تاني على معادله القوى الدفعه الكهربيه؟ مولد توافقي ثلاثي الاوجه،
في 6 قطب، 6 أقطاب، 18 مجرى. تحتوي كل مجرى على 10 موصلات. والفيض المغناطيسي من كل قطب تبلغ قيمته 4 من 100 وبر، والتردد 50 ذبذبة على الثانية. احسب الجهد المتولد في كل وجه، في كل وجه يعني ليس ثلاثي الأوجه. هنحسب الـ EMF للفاز الواحدة فقط، القوة الدفع الكهربية للوجه الواحد. بيانات المسألة بيقول لي عدد الموصلات 10 مجرى، عدد المجاري الكلية 18 مجرى، عدد الأوجه 3، عدد الأقطاب 6 قطب، الفيض المغناطيسي 4 من 100 وبر، التردد 50 هرتز. أول حاجة كتبتها هي أبنائنا وبناتنا المعادلة 4 44 100 في الإف في الفاي في الزد في البي إف في الدي إف. تعال نشوف مع بعض عدد المواصلات الكلية. أنت عايز عدد المواصلات، هو مدي لك 10 سلوك في كل مجرى، أنا عايز عدد السلوك كلها، أعمل إيه؟ أقول له أضرب عدد المجاري في عدد المواصلات لكل مجرى. طب أنا عندي عدد المجاري 18، فعدد الموصلات لكل مجرى 10، يبقى بتساوي كام؟ 180 موصل. طب انا باخد هنا بالموصلات؟ لا، انا باخد عدد اللفات. اقول له هنا عدد موصلات الوجه، اقسم 180 اللي هي عدد الموصلات الكليه على عدد الاوجه، هو قال لي 3 اوجه في بدايه المساله، تطلع 60 موصل. طب انا باخد باللفه، اقول له الموصل يتقسم على 2 يبقى لفه، يبقى عدد اللفات الكليه لكل وجه، كل وجه كام؟ 60 على 2 فيها 30 لفه اللي هي الزد، اللي هي مين؟ الزد. يبقى انا كده جبت مني الزد، وعندي الاف اللي هي 50، وعندي الفاي 4 من 100، فاضل البي اف والدي اف. تعالوا نشوف مع بعض، البي اف والدي اف بيساوي الواحد الصحيح. ليه دي؟ انت المفروض ان انت تكون حليت المسألة من بدايتها، بس احنا قلنا الحل ده في المسألة اللي فاتت. فاكر اول 3 خطوات؟ برافو عليك. الخطوة القطبية، الخطوة القطبية بتساوي عدد المجاري على عدد الاقطاب، 18 على 6 فيها الكام؟ 3. اجي اقول عدد المجاري لكل وجه تحت كل قطب، 3 على 3 فيها الكام؟ 1. خلاص المسألة اتحلت. يبقى أنا وأنا بحل المسألة ده في 3 خطوات، إحنا قلنا المستر في التلفزيون 3 خطوات دول هشوفهم، لو طلع بواحد يبقى معامل التوزيع معامل الخطوة بيساوي 1. يبقى أنا لازم برضو أحل، لازم أقول له الحاجة اللي موجودة أو اللي مش موجودة أنا جبتها لك، اللي هي عدد اللفات لكل وجه اللي هي الزد. ولذلك على طول إحنا طلعنا الإجابة معتمدين على المثال اللي فات، ان احنا قلنا ال3 خطوات، الخطوه القطبيه وعدد المجاري كل قطب تحت كل وجه تحت كل قطب والزاويه الكهربيه، طلعت بواحد. خلاص يبقى معامل التوزيع ومعامل الخطوه بيساوي 1. ابنائنا وبناتنا بتبقى في افكار في المسائل، اتمنى ان شاء الله ربنا يوفقكم فيها باذن الله. دي المساله هو عايز القوه الدفع الكهربيه لكل وجه. بتهيالي المساله كده بقت واضحه. الاي ام اف بتساوي ايه؟ 4 44 100، الاف عندي ب50، الفايبر 4 من 100، في الزد طلعت عندي ب30، الدي اف والبي اف بكام؟ ب1. تعالوا نشوف شاشتنا الجميله حلت المساله ازاي ونطلعها لنا بلون مختلف اهي. الزد طلعت ب30، حط هنا الاي بتساوي 4 44 100، الاف ب50، الفايبر 4 من 100 وبر، الزد احنا قلنا كام؟ ب30. هنا ما حطش البي اف والدي اف اللي احنا جبناه من فوق بيساوي الواحد الصحيح، طلع هنا 266.4. برافو عليك، فولت لكل فاز، فولت لكل ايه؟ فاز. دي كانت مسائل او مساله من معادله القوه الدفع الكهربيه في المولدات التوافقيه. تعالوا بقى نشوف
سؤال من الأسئلة المهمة جدا واللي دايما في الامتحانات، لأن هي حوالي 5 طرق فلابد إن هو ينوع عنها. اذكر طرق التحكم في سرعة المحركات الاستنتاجية الثلاثية الأوجه. إزاي أزود السرعة أو أقللها؟ أقول لكم على حلها كده تخلوه في دماغك وبعدين تشرحها عليه. من له علاقة بالسرعة يمكن التحكم فيها عن طريقه. من له علاقة بالسرعة يمكن التحكم فيها عن طريقه. برافو عليك. قانون التردد أول حاجة على طول. قانون التردد بيقول إيه؟ الإف بتساوي البي في الإن، البي في الإن. يبقى التردد وعدد الأقطاب. برافو عليك. طب ما احنا واخدين يا مستر عدد الأقطاب كلما زاد كلما السرعة قلت، يبقى تناسب عكسي. الإجابة جت من قانون التردد. على طول الذاكرة هنا. ده اتحادنا في الورش بنقول لك إيه؟ 3000 لفة على الدقيقة يبقى 2 قطب، 1500 لفة على الدقيقة يبقى 4 قطب. ما احنا ملاحظين اهو كل ما السرعة زاد كل ما عدد الأقطاب ابتدى يقل والعكس ايه صحيح. يبقى انت لما تقول طرق تغيير السرعة او طرق التحكم في سرعة المحرك الاستنتاجي الثلاثي الأوجه، افتكر قانون التردد. قانون التردد في ايه اللي علاقة بالسرعة؟ التردد وعدد الأقطاب. والتالتة الانزلاق اللي هو الفرق بين سرعة المجال الدائر وسرعة العضو الدائر. طب ما تيجي نجاوب السؤال، احنا بنشرح ما بيداخل السؤال وبعدين نجاوب على السؤال بتاعكم. تعالوا نشوف مع بعض كده السؤال بيقول ايه. اذكر طرق التحكم في سرعة المحركات الاستنتاجية الثلاثية الأوجه. أول حاجة هنقولها ايه؟ أولا التحكم في سرعة المحرك الاستنتاجي الثلاثي الأوجه بتغيير عدد الأقطاب. ثانيا التحكم في سرعة المحرك الاستنتاجي الثلاثي الأوجه بتغيير تردد المنبع للمحرك. لو مغير التردد عن طريق السيروستر، مغير التردد والسيروستر. رقم ثلاثة التحكم في سرعة المحرك الاستنتاجي ثلاثي الأوجه عن طريق الانزلاق. الانزلاق وعدد الأقطاب تناسب عكسي مع السرعة. الانزلاق وعدد الأقطاب تناسب عكسي مع السرعة. أما التردد فهو تناسب طردي مع السرعة. الفرق؟ الفرق كبير جدا. التردد كل ما زاد كل ما السرعة زادت. طب ايه رأيكم في سؤال تاني؟ هنقول برضو الصيغة بتاعته كويسة. اذكر مع الرسم فقط طرق بدء حركة المحركات الاستنتاجية الثلاثية الأوجه. اذكر فقط، هو ما قالش هنا اشرح. اذكر فقط مع الرسم، يعني هتقول الطريقة وترسم طرق بدء حركة المحركات الاستنتاجية الثلاثية الأوجه. هنا مش محتاج شرح، ودي احد الاسئله اللي بتبقى مهمه جدا في طريقتها. طريقتها بتقول، تعالوا نشوف مع بعض الاجابه بتقول ايه. اول طريقه البدء المباشر، البدء المباشر مع المحركات صغيره القدره. يبقى انا عندي هنا المحركات الاستنتاجيه الثلاثيه الاوجه في منها نوعين، قفص سنجاب، عضو داير قفص سنجاب، وفي عضو داير ملفوف. طيب البدء المباشر مع المحركات صغيرة القدرة. طيب تعالى بقى معايا البدء المباشر مع المحركات صغيرة القدرة. التوصيل المباشر، أنا مصمم الملفات إنها تستحمل تيار أو تتحمل تيار بدء الحركة وتيار الحمل الإيه؟ العادي. يبقى ده التوصيل إيه؟ مباشر. دي إحدى الطرق، وقال لك اذكر فقط مع الرسم. تعالى معايا تاني، يبقى أول واحدة التوصيل المباشر بس صغيرة القدرة. إذا كانت قدرة المحرك كبيرة فإنه يستلزم إحدى طرق بدء الحركة للتوصيل المحرك إلى المصدر، والتي تؤدي إلى خفض التيار المغذي يسحبه المحرك من المصدر عند توصيله. تعال نشوف مع بعض تاني هنا إيه. طرق بدء الحركة بتوصيل مقاومات متغيرة على التوالي مع العضو الثابت. اوصل مقاومات بالتوالي مع دائرة العضو الثابت مع المنبع لتتحمل تيار بدء الحركة لحظة البدء، وبعد 75% من بدء الحركة بخرج المقاومات. تمام. دي طريقة تانية. الطريقة الثالثة
ما عنديش مقاومات بدا حركه، بركب محول نفسي. المحول النفسي هو ارخص وافضل في القدره المفقوده. بوصل ثلاث محولات نفسيه، والمحول النفسي معروف ان هو ملف واحد، منه ابتداء ومنه ايه ثانوي. بدي الحركه بواسطه المحول النفسي. رقم ثلاثة باستخدام مفتاح النجمة دلتا، وده موجود عندنا في جميع المدارس في الورش. بستفيد منها بحاجة، بستفيد ان انا بوصل ملفات العضو الثابت لحظة البدء نجمة، لان ضغط الخط بيساوي جذر ثلاثة ضغط الوجه. مش فاهم؟ لا فاهمين. ان انا لو انا عندي 380 ضغط المنبع ووصلت ملفات العضو الثابت نجمة، يخش الضغط او يدخل الضغط لملفات العضو الثابت 220، وبعد 75% من سرعة المحرك المقننة لحظة البدء بقلب المفتاح الملفات المنتج على توصيلة الدلتا، وبالتالي بيرجع ضغط الخط يساوي ضغط الوجه. دي احدى العلاقات الرياضية اللي انا بستفاد منها في بدء حركة المحرك للاستنتاج الثلاثي الاول. الطريقة الثالثة او الرابعة اللي هي تقسيم ملفات العضو الثابت الى نصفين، بحيث ان انا ادخل نصف الملفات وبعد 75% ادخل النصف الثاني لبدء الحركة. الطريقة اللي هي احدث طريقة اللي هي باستخدام السيروسر، ان انا بوصل اتنين سيروسر معا على التوازي لكل وجه عكس بعض، وبالتالي بتحكم في قيمة الاشارة اللي داخلة الى ملفات الى السيروسر، وبالتالي قيمة التيار اللي داخل الى ملفات العضو الثابت. اخر طريقة اللي هي في المحرك الاستنتاجي ذو العضو الداير الملفوف، اللي هي بوصل ثلاث مقاومات بدائرة العضو الداير الملفوف عن طريق حلقات الانزلاق، وبعد 75% من سرعة هذا المحرك بتخرج هذه المقاومات من الدائرة. ابنائنا وبناتنا، احنا كده رجعنا جزء كبير من مادة الالات. ان شاء الله بالتوفيق لكم جميعا، تابعونا في الحلقات القادمة بإذن الله، نكمل بقية مادة الآلات الكهربية والوقاية. نترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.